نكمل زي ما احنا، وان شاء الله هنشوف مباراة كبيرة نرمي كده نفسنا، وان شاء الله نشوف لقاء ولا اروع. كابتن سامح بنشكره على الشوط الاول، كابتن سامح ما بيعديش الهوا، ولو نلعب بس نسيب الحكم يحكم كل واحد ياخد حقه. كابتن سامح لا بيجامل لا هنا ولا هنا، ولا يعرفنا ولا يعرفكم. كابتن سامح كان لعيب كبير ولعيب تقيل قبل ما يكون الحكم، كان لعيب تقيل الكابتن سامح قبل ما يكون الحكم. يا جماعه هنطلع بره يا حبيبي، انت وهو اطلع بره يا عم ايمن، يلا يا حبيبي اطلع بره. يلا يبقى لا ساعه ولا لا، ماشي فتوح فتوح. محمد يسري مستعجل مستعجل، يسري ماشي العطف، برافو العطف. احمد السيد احمد السيد احمد السيد يلعبها، برافو اتقطع هشام. لا هشام كده بالعقل على اخر لحظه كده، وهشام كده لو لعب على الكوره زي كل ماتش لعيب تقيل يا جماعه، ولاعيب ليه وزنه، وطبعا كابتن يسري عاملين له الف حساب، وكذا لعيب بيلعب عليه النهارده ومركزين عليه. شايفين كده يسري واقف قدام الكوره سندها كده للمهاجم، مهاجم كده حسن، برافو حسن حسن، ايوه كده حسن حسن كده، لما تقول حسن ما فتوح فتوح فتوح، والله خطر يا جماعه، كان هيقطع وماشي الباك اليمين، الباك اليمين ماشي لعيبها كده، الباك الشمال الشمال هيزيد على هشام ولا ايه؟ كلهم كده بيدوروا على هشام، وهشام في حته ثانيه خالص مع حسن، وماشي خطر خطر، تروح في نص الملعب في نص الملعب، هشام تاني، برافو يسري يسري كده. الكابتن سامح مطلع بيطلع تاني، مدي فاول مدي فاول كده لصالح فريق العطف، فاول باذن فريق، برافو فتوح 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 كده، تروح ليسري اهدى يسري، لو يسري اهدى عليها شويه يا وتطول كده، مد لام التماس لام التماس كده، تروح للعطف تاني، ومد مد الكابتن سامح كده فاول. كابتن سامح ما بيعديش الهوا يا جماعه، كل حاجه بيحسبها، ماشي حارس المرمى سند على حسن حسن حسن، يسري 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 فتوح فتوح يا جماعه، عايز يتلم على واحده هتجيبها من الشبكه، فتوح فتوح فريد فريد احمد السيد، فريد بيرفع كده وياخد فاول، فريد فريد بيقدر كده هيلعب لاحمد السيد ولا يسري، فريد فريد يسري احمد السيد، برافو يا احمد حماد كده بيلعب واحده كده بشماله جنب العارضه، تروح لحارس مرمى العطف حارس المرمى بيبص شماله كده، لما ونزل لشام على الارض، هشام بياخدها من فوق، احمد السيد احمد السيد احمد السيد، وفريق برافو بتيجي كده بيطلع يسري، واللعيبه بتاعتنا كده بتقف ما تقفوش على الحكم، اللعيبه بتاعتنا كده بتقف على الحكم، ما تقفش على الحكم يا عم فريد، ما تقفوش على الحكم يا جدعان، ونتيجة 1-0 لصالح فريق كابتن يسري. عاملين مباراة النهارده كويسة وشكلهم حلو وملزمين في الملعب، رشدي رشدي فتوح فتوح داهية فتوح ماشي فتوح، ويزد على احمد السيد، احمد السيد للباك الشمال، اثنين عليه يا جماعة، مش مدين فرصة مش مدين فرصة، يستلمه وياخد احمد السيد فاول كده، مدي فاول بيرجع كابتن سامح كده، فاول من نص الملعب كابتن سامح كابتن سامح فاول، وتخبط خطر فتوح، لعيب تقيل يا جماعه بيلعب ليسر كده وتطول، عمل تغيير كده طلع يسري ونزل رقم 8 وماشي ماشي كده الباك اليمين، وطولة وعالية للباك الشمال، يسند يسند لعبة خطر 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 كده، ولعبها ما يقوموش الباك اليمين وما طلعش، يسري فريد كده اللي بيهدوا، يسري هيلعب لفريد فريد فريد، طولة وعالية بحجز احمد السيد كده ما ياخدش، ولكن حسن برافو حسن حسن نادي كده للشام، برافو حسن عامل مباراة كويسة، حسن مش عارف نزل فتوح اهو حمام بيرجع الكورة كده لكابتن سامح سامح، مدي رامي التماس، ها
هنا التماس العطف العطف نزل ماجن خطر خطر يا فتوح هيمشي هياخد مشوار الله برافو فتوح فتوح من فتوح كده وبرافو حارس المرمى الصفار وشبين اللقاء القادم يا جماعه استعداد اللقاء القادم الصفار وشبين نتيجه كده 1-0 الكابتن الوزري ماتش ماشي سجال بين الفرقتين شايفين حسن كده على التنفيذ حسن 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 ولو عالية بيقطع كده العطف في نص الملعب فريق فريق كده ما يلحقش كده ايه يا كابتن انا اللي بتكلم يا جدعان ماشي حسن 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 تطول من حسن وتطلع كده ضربة مرمى لصالح فريق كابتن يوسف ضربة مرمى عدت كده تيجي احمد السيد يقطع احمد السيد وشايف العطف كده عمل تغيير وبياخد اللعب في ظهره وياخد فاول يطلع فريق تاني كده طلع فريق كده عندك انذار يا كابتن الحارس عندك انذار عندك انذار ايه شو الشغل جامدة برافو فتوح فتوح هيلم كده برافو فتوح لعيب كويس يا جماعه وايه فريد اي حاجه كده يطلع ضرب رمي التماس رمي التماس لصالح العطف كل اللعيبه كده العطف طلعت نص ملعب الكابتن يسري وسند كده سند برافو برافو كده كان طمان لسه نازل هيسند على الباك اليمين باك اليمين ده احمد السيد احمد السيد هشام ثلاثه من هشام وتيجي لاحمد احمد كده بيلعب المهاجم وهشام كده مندفع هشام كده بيحذره الكابتن سامح فاول كده تكتيكي فريد فريد على التنفيذ فريد فريد هيلعب لحسن ولا ايه؟ لا لا فتوح فتوح كده حسن هيلحق سامع حسن كده وياخد رمي التماس رمي التماس لحسن يلا معلش يلا يلا معلش يلا حسن 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 على التنفيذ حسن دي كلها حسن يلعب بفريد ولا ايه؟ حسن طويله وعاليه تقطع كده رمي التماس من الناحيه الثانيه رمي التماس صالح العطف حطه واقف على التنفيذ عدى كده واخد فاول 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 مد فاول كده اللاعب لسه نازل فاول حماد حماد العب يلا كابتن سامح العب فتوح برافو فتوح كده حسن حسن وفتوح حسن وفتوح عامل كده خطر طالع حسن وفتوح فتوح فتوح حماد حماد رايح كده ويقطع المدافع من قدامه فتوح على التنفيذ فتوح حماد فتوح حماد فتوح ماشي تطول كده فريد بيسيبها كده بخبرة السنين فريد بيسيبها بخبرة كده ويطلع ضربة مرمى محمد رشدي رشدي هيلعب ليه 8 ولا ايه؟ رشدي رشدي طوله وعاليه بيقطع كده العطف في نص الملعب وحسن حسن بيخبطها في المدافع كده وحسن برافو عامل مباراه كويسه من ساعه ما نزل ياخد رمي التماس حسن 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 تقبل طيب كده في الشام وشام كده يا جماعه بيلف وفي شوطه جامده تطلع رمي التماس اهلا وسهلا فريق الصباري الحمد لله على السلامة كابتن باسم مع الجول ورفاكو ونتيجة 1-0 لكابتن سامح وبشوش جامدة يقطع كده تطلع رمي التماس من الناحية التانية لصالح هشام 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 بيرجع كابتن سامح كده رمي التماس مرة تانية جمال اللي في الملعب يا جماعة بعد إذنكم الناس اللي في الملعب الناس اللي في الملعب يا جماعة هشام هشام على التنفيذ هشام الناس اللي في الملعب يا جماعه بعد اذنكم شايفين هشام كده على رمية التماس في انتظار حكم اللقاء
كابتن سامح كده بيخليه يغير التيشيرت. زي ما هي معلومه. لا لا حلو كده صح كده صح. ماشي ماشي هشام. هشام باذن الله على لعبتك خمسه بالشوشه جامده. هشام يا راجل وبالشوشه جامده كده تطلع فوق الكام. نتيجه 1-0. ماشي بدا على السقف السخن. ماشي فتوح برافو حارس المرمى. حارس المرمى طالع طالع ثلاثه برافو. عاملين استبسال من فريق الكابتن يسري. برافو كده استبسال من فريق الكابتن يسري. وتطلع الكوره كده هشام بياخدها كده فيرست تايم وتخبط في المدافع وتطلع ضربه ركنيه. ماتش ماشي على سفر ساخر. نهدى شويه يا جماعه كده. ماتش ماشي حماسي من الدرجه الاولى وفي كده شد وجذب بين الفرقتين. كل الجماهير اللي نزلت دي تطلع بره. الناس اللي في الملعب تفضل بره يا جماعه. ماتش كده ماشي سجال. واحده هنا واحده هنا. كابتن يسري رجاله النهارده عاملين مباراه يا جماعه ولا اروع. ولا كنت مقلع على الماتش ده قبل اللقاء دوت. وماشي العبها بطل ايده وجاي في ايده يا كابتن. كوره في رجله كوره في رجله حتى ما جاتش في بطنه. وحارس المرمى هشام باذن الله. برافو فريد عامل مباراه كبيره النهارده يا جماعه. فريد بكر هو وحسن عاملين مباراه ولا اروع. فتوح كده قافل عليهم في كل اتجاه. عامل زعره كده لفرقه العطف. خطر احمد السيد. اهدى كده. واحد طلع كان ثمانيه تطول وطلع واحده طولوا عليها لهشام. هشام كده ما يلمش ويطلع فريق كده بره ويكمل. احمد السيد احمد رقم ثمانيه بيلعبها اي حاجه تيجي كده. خطر لعطف خطر فريد وبيشوف شوطه جامده وتطلع كده رمي التماس من الناحيه الثانيه لصالح فريق العطف. رمي التماس خلاص. يا محمد يا فتح اطلع فضلها يا محمد. مش عايزين بلبله في الملعب بدل ما بنموت لك حد ولا حاجه. اطلع يا محمد يا فتح بدل ما تاكل حد. يلا يا عبد الرحمن. شايفين المباراه يا جماعه ماشيه كويسه. مش محتاج حد ينزل الملعب. خلي يا عبد الرحمن. المباراه ماشيه كويسه جدا. مش محتاج حد ينزل. ومعاكم حكم. معاكم حكم على اعلى مستوى. كابتن سامح فكري ايه لعيب كويس وحكم دولي. يلا يا حماد يلا يا حماد. ولعبها تغوط في رجله كده. مفيش حظ يا جماعه. مفيش توفيق. الفراغ كامل هو الكون وتربط في رجله. محمد يوسف لعبها طويله لفتوح. فتوح يا راجل تطول منه كده. ايه ده فريق بوش يا احمد السيد. يا احمد لفتوح. يا احمد يا سيد. يا فريق فاول كده. مد فاول يا كابتن. قدامك فاول كده للعطف. فاول العطف كده من ناحيه الشمال وهيلم واحد والتاني لعبها خطر. برافو كده احمد. واحمد السيد برافو احمد السيد كده. عايز يحطها من فوق الجول. لا براحتك. وماشي كده ثمانية ماشي بيلعبها فتوح. يا ابن لعيبه فتوح. شوطه جامده كده تطلع الناحيه الثانيه على فريقي صباري وشبير سداد لقاء القادم. لقاء يا جماعه حماسي مهم جدا. كابتن باسم على الجول اللي فوقه. وشبير ماشي كده عطف نص الملعب. بيقطع فتوح تروح لاحمد السيد. ما يقطعش كده احمد السيد. ماشي سلل على الاجنبي سبع لهشام كده. برافو احمد. طلع رامي التماس. رامي التماس من ناحيه الشمال. هشام كده على التنفيذ. هشام طويله وعاليه تطلع كده. رامي التماس من الناحيه الثانيه. رامي التماس صالح فريق كابتن يسري. هيلعبها حسن. رامي التماس كده سبع الفريق. فريد على التنفيذ.
فريد طلع طويلة وعالية لأحمد السيد اللي بيهدي كده. أحمد السيد عمل صوت خطف منه تروح لحسن. حسن بيهدي كده برافو وبياخد كده بخبرة السنين ضربة مرمى. لا سنة محمد يوسف. محمد هيطول كده الفتوح. محمد طول. يلا يا جماعة رمي التماس. رمي التماس من الناحية التانية. رمي التماس لصالح أحمد السيد من ناحية اليمين. فريق كابتن يوسف يا جماعه عامل فريق كويس. عامل مباراه كويسه النهارده. هيلحق فريد ولا ايه؟ هيلحق فريد ولا ايه؟ لا فريد بلافو. فريد وماشي برافو رشدي. وطلع كده من هشام مدي فاول كده فتوح. فاول شايفين محمد رشدي كده بقى كابتن سامح. حارس وقع كابتن سامح. الحارس يا كابتن سامح. حارس يا كابتن سامح. حارس وقع كده في اصابه. الحارس مرمى فريق كابتن يوسف. في اصابه كده رجلته. طلع كره كويسه كده محمد رجل هشام. لو استنى عليه محمد رجل كان هشام. لا يا طيران شايفين كده فريق على التنفيذ. فريق طلع عالية لأحمد السيد كده ملعاش. أحمد السيد تطلع رمي التماس من الناحية التانية. هشام وتطول منه وتطلع رمي التماس. فتوح ماشي. فتوح بيطلع كده العطل رقم 8. فتوح خطر وفتوح كده تطول منه وتروح للباك اليمين. هيسد على هشام وبالعرض خطر كده فريد وطلع كده النتيجه كده. شايفين حصل كده وقع من الناحيه الثانيه. كابتن عادل ينزل كابتن عادل ينزل كده. شايف حسن في اصابه كده. اصابه لحسن كده. شايفين كده اصابة شايفين كده كابتن حسن. كابتن حسن ماشي وبيقطع كده لكن ثانية. رمي التماس مرة ثانية. لا صالح يا مد كده. هدف يا جماعة. هدف الكرة. هدف يا كابتن سامح. كرة هدف يا جماعة. أنا شايفها من هنا. الكرة جون يا جماعة. خبطة في العارضة من بره. كرة جون يا جماعة. جون يا أحمد السيد. كرة جون كرة جون يا جماعة. يلا كرة جون. يعني من هنا شايفينها كل الجماهير اللي بره بتقول جون. كرة جون يا جماعة. أصبحت النتيجة 1-1. كرة جون يا جماعة. الكابتن عبد كان جنب العرض وأنا شايفها من هنا جون. كابتن أسامة أصبحت النتيجة 1-1. كرة هدف. نتيجة 1-1. 1-1 يا جماعة. غفلة كده من دفاع ملعبنا. لسه اطلع يا جدعان. انا شايفها من هنا جون يا جماعه. كوره جون يا جماعه. شايفينها من هنا كلنا واحنا ما بنتكلمش يا كابتن. الكوره جون. ماشي العطف تاني. ماشي فتوح وبيصفر كده كابتن سامح. انتهى الشوط الثاني والنتيجة 1-1. هنرجع كلنا لضربات الجزاء الترجيعية. خلاص يا كابتن حسن ما تشدش نفسك. لسه قدامك فرصة في ضربات الجزاء. نهدى يا فريد. نهدى يا جماعة. لسه قدامنا فرصة.